نجح فريق طبي بمستشفى جامعة السلطان قابوس من زرع جهاز تحفيز العصب المبهم لثلاثة أشخاص يعانون من حالات الصرع الحادة في خدمة تعد الأولى من نوعها في السلطنة. تنطلق اليوم في مركز عمان الدولي للمعارض فعاليات معرض ويندوراكس عمان الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرتبطة بمجال البناء والتشييد. العثور على جرة فخارية في جدار إحدى الغرف بمنزل طيني في ولاية نزوة وتحتوي على 456 عملة فضية. لمزيد من الأخبار تابعونا على إنستغرام وسناب شات، تويتر وفيسبوك.